أهلا بكم، خصوصا للناس اللي ساكنين في وسط المغرب. عشنا معكم ليلة يعني خطيرة، ليلة مزرية، ليلة مرعبة. مرعبة هذا هو الكلمة اللي خاص في هذه الحالات، مرعبة بسبب الزلزال الذي عرفه المغرب، واللي كانت اللي كان وسط ديالو في إقليم الحوز، في ثلاث مدينة قريبة في إقليم الحوز، ولكن حسينا به في جميع المناطق حتى البعيدة. من يعني أكيد أن الناس في مراكش والنواحي حسوا به أكثر، لأن 6.8 على سلم بوشتير ماشي سهلة، تهدم مدن 6.8 على سلم بوشتير. حنا في الدار البيضاء حسينا به مزيان. أنا مثلا كنت نتعشى مع أصدقاء ديالي، واحد الساعة حسيت من الأرض تسخو بيا، ما فهمتش صح، من أنا مشكل شخصي، ولكن داك الشيء تراكم. حسيت بان شي حاجه دايزه في ظهري، حتى واحد الساعه بدا يبان الارض تتزعزع. فكان علينا، من حسينا بالزلزال كنا هربانين للزنقه. كاين اللي هرب الزنقه برجلو حفيانا، ولكن هربانين الزنقه ما عارفينش شنو نديرو، ما عارفينش شنو نديرو، حيت ملي توصل الزنقه تجبر كل شيء مهرول، كل شيء هربان من دارو، العيالات تيبكيو، الرجال ما فاهمينش الواقع، يعني ما مكونينش نهائيا وما متقفينش وما قاريينش على الزلزال وما عارفينش شنو نديرو الا وقع شي زلزال. فهذا كل شيء، ماشي غير انا ولا الاخر، يمكن كل شيء. من بعد عاد تبدا تقلب لوزمون، كاين جوجل، كاين الانترنت، شنو خصو يدير يا جا زلزال، شنو خصو يدير باش نتفاداو مشاكل الى عود زلزال. الا تيقولوا من بعد يجي زلزال، تجي سميتو زلزال تعاودي يقدر يتريسي ديفا بعد دقائق، داك تصعب حتى العشر دقائق تبقى خايف واش يعاود يرجع الزلزال، فين تمشي الى رجع الزلزال. هادشي كله تسمعوه في الكتوبه وتيسحبنا شي معلومه وقع لنا تيوقع للاخرين. هو وقع في تركيا، تسمعنا بانه وقع في اكادير وهدم اكادير كلها في عام 60، ولكن المخيله ديالنا راه بعيد علينا. تسمعنا زلزال الحسيمة، تسمعوا يعني الزلازل تسمعوهم في الأخبار، تسمعوهم في الأخبار، ولكن أنت تعيشهم شيء آخر. هذا هو واقع لنا. الحالة اللي شفت فيها الناس البارح في الزنقة بعد الزلزال حالة مرعبة، حالة ديال الحرب، حالة مفزعة، حالة اللي حتى واحد ما عارف شنو يدير، حتى واحد ما عارف شنو يدير. واحد صاحبي قبض وقبض الطوموبيل وبقى ماشي، لين ماشي الله اعلم نورمالمون. بعد قال لي ماشي واحد تي ساعه، واحد قال لك انا نمشي نقص في الجرده ديال داري، لان في الجرده معدوم يوقع لي. انا بنتي صغيره في الدار، قال لك بدات تشهد، حيت ما كنتش انا في الدار، كانوا في الدار بوحدهم، بدات تشهد، قال لك بان لها الدار تقلبات، وكل واحد وكيفاش عاش الزلزال. لكن يعني لو كوما في هذا الشيء كله هو ان ما واجديش الزلازل وما كاينش الزلازل، واخا توجد راسك الزلازل يمكن تعرف بعض الحوايج اللي يقدروا يكونوا مفيدين من ناحيه الوقايه. ولكن يا جاك الزلزال في واحد البلاصه اللي انت فيها، ولا الباك ديالو كبير مشيتي، هذا وهادشي اللي وقع بزاف الناس اللي قراب البوان دامباك ديال الزلزال في الحوز. شفنا امراه فقدات 4 الاولاد وراجل، يعني منظر كئيب، منظر يبكي الواقع. انا مش المواجهه باش تبكي، مش واحد ما عليه ما بيه في 10 ثواني يفقد زوجه واربع ابناء. ما نظنش كاين شي كاتاستروف في الدنيا اكثر من هذه، لا اظن. الله يرحمهم، والله يصبرها، والله يخرجها من المصيبة. كاين ناس
شردوه كي الناس يعني الواقع ان نتائج زلازل دائما نتائج مفجعه. وداك الشيء علاش اليوم انا بغيت ندير هذا الفيديو باش نقول للناس عاودوا نقول بارطاجيو لي فيديو المؤلمين، بارطاجيو لي فيديو الفاجعه، زيدوا نخلعوا الناس، نمشيو نبارطاجيو الدم ديالنا، نمشيو نبارطاجيو الدم ديالنا في جميع انحاء المغرب، ماشي فقط في مراكش. صحيح ان مراكش والنواحي خاصها الدم اكثر، لكن جميع انحاء المغرب اللي قد يتبرع بالدم ديالو يمشي يتبرع بالدم ديالو. هذا مثال. نمشيو نقسموا الناس اللي وقع لهم شي مشاكل، الناس اللي مشات لهم دارهم نمشي نديروا الايواء ديالهم، الناس اللي فقدوا حوايجهم نمشيو نقسموا معاهم على الاقل الغطي، على الاقل الحوايج باش على الاقل الحوايج باش يتخطاو دابا على الاقل. نفكروا غداة الفاجعه الوطنيه، نفكروا في التلاحم، نفكروا في التاخي، نفكروا في المساعده، نفكروا في اعطاء ذات للغير. اما نبقاو في فيسبوك هذا جاني هنا هذا بالدم بارطاجي، هذا ميت بارطاجي، هذا تيبكي بارطاجي، نزيدو نكبروا لومبلور ديال الالم ديالنا. دابا لو ريفليكس اللي خصو عندنا هو لو دون دو سوا، هو اعطاء الذات، هو لا فراترنيتي، الأخوة، هو المساعدة الحقيقية لونتخيد، هو لو دون، هو يعني خصنا نفكروا كيفاش يمكننا نعاونوا الناس اللي تكرفصوا في هذا الزلزال. ماشي وقت نعاونوهم فلوس بزاف، نعاونوهم بما أوتينا من القوة، نعاونوهم بما أوتينا من القوة. هذا هو مجتمع متآخي، مجتمع متراس. مجتمع متراس ماشي هو احنا مغاربة، احنا مغاربة خصنا نوضوا ضد هادو، احنا مغاربة ما كاينش يجبدنا. لا، المجتمع المتراس والمتآخي والأخوي هو مجتمع اللي تجبر عند الحاجة، ما كاينش شي حاجة أكبر من غداة زلزال بقيمة 6.8 في ريشتاغ، ما كاينش شي حاجة أفضع. وبالتالي هنا يبان القوة المغاربة، وهنا يبان الإيمان المغاربة، وهنا يبان الوطنية المغاربة. الوطنية ماشي فقط مش نشجع فريق قولوا أهلي المغرب، مزيان، لا كنا شجعنا وكنا بكينا. الوطنية هي نعود ولاد بلادي ما يكونوا في فاجعة، ما يكونوا في مصيبة. أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خصنا نكونوا قوم مؤمن، والإيمان هو هذا. الإيمان هو المعاملة مع الناس والعلاقة مع الناس، ماشي هو بقى بارطاجيو الفاجعات وبقى بارطاجيو لي مالور دي جون باش نديرو دي شوفينغ فيسبوك. لا، ماشي هذا هو التأخي. التأخي هو أول حاجة الواحد يعيط المركز الدم القريب منه في المدينه ديالو، يشوف واش كاين امكانيه باش يمشي يعطي الدم. ثاني حاجه هو يشوف واش الجار ديالو قالو شي حاجه، يقسم معاه اللي كتب الله. هذا هو التأخي، وهذا هو دوله حميميه. وشكرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازي الحاره لكل ضحايا الزلزال، لكل اقربائهم، والى اللقاء.